استحضار لافتات لجل الجهات ديال المملكه المغربيه دي الاولى. ثاني حاجه حضور ازيد من 15 دوله افريقيه بالممثلين ديالها، هذه ثانيه. اذا تسديد ديال الشعار بالشكل المطلق. حنا الاهداف ديالنا ولا ديال الجمعيه ديال عصابه الكفاوي بصفه عامه هو الربط بمدينه العرائش. كما كتعرفوا ان مدينه العرائش تسخر بموارد اقتصاديه كتتعلق بالفلاح وكتتعلق بالصيد المحلي. حنا الهدف ديالنا ما هو؟ هو التعليق بهذه المنتوجات الاقتصاديه. يعني حنا كنديروا واحد التظاهره ثقافيه، التظاهره الثقافيه كتاخذ يعني صيت اعلامي سواء كان محلي او كان وطني او كان دولي، وكاين صيت دولي كما كتعرفوا كتنشر علينا جريده في اسبانيا، وكتنشر علينا جريده في قطر، وكتنشر اذاعه بوزاره مقطع في قطر بوزاره مقطع شمس اذاعه الحاج اذاعه قناه الريان دوزت مقطع يعني تقرير حول مهرجان العرائش الدول. حنا قلنا نجسدوا هذا الشعار ديال هذه السنه بان شمال المملكه قوه اقتصاديه وقبله سياحيه. كما اشرت قبيله شرحت الكرنفال، الكرنفال هو اللي كيعطينا المجال الارحب باش نجسدوا هذا الشعار هذا ويبان للمدينه من خلال التسويق الاعلامي كما قلت. التسويق الاعلامي ما فهمش انا فين ما كيبانلكمش فين ما كيبانلكمش السير ديال الشعار. من خلال الاخ اللي قال ما كاينش ندوات فكريه، بالعكس انا شفت كده وقلت كاين ندوات فكريه حول يعني غيقوموا بها تقنيين متخصصين في مجال الزراعه وتقنيين متخصصين في الصيد البحري. الاشكال شنو باقي؟ ما بغيتش نعلل الاسماء، علاش باقي كنسقوا معاهم؟ يعني ما يمكنش نعلل الاسم ديال شي حد وغدا تقول لي ما جبتيش وانت علمتي مثلا في ندوه صحفيه، هذا الاجراء اللي كاين. بالنسبه لصحه حديقه الاسود راه فيها كل يوم في 4 ايام 26 27 28 29 كل يوم كاينه ندوه ثقافيه كتتعلق بالموضوع من المواضيع اللي كيضم لها المهرجان اللي كيهدف لنا المهرجان. هذه الاولى. كاين توقيع بعض الكتب، الكتاب الحاليه اللي توصلنا مع الكاتبه او صاحبه الكتاب هو الكتاب اللي قدمنا لكم المعنون تحت الجاليه المغربيه والرعايه الملكيه. هذا فيما يخص الشعار، كنتمنى نكون عطيت الاضافه يعني او شرحت. بالنسبه للاضافه النوعيه، بالنسبه للاضافه النوعيه حول المهرجان وصل الدوره ديالو واش عطا شي اضافه نوعيه؟ طبعا الحركه الاقتصاديه اللي شهدها مدينه العرائش في ديك السبع ايام صور شي، وهذه بشهاده الجميع وبشهاده مثلا نعطيك معرض المحاسب ديال المجلس البلدي. المحاسب ديال المجلس البلدي راه كيدير الضرائب وكيشوف المسائل وكيحسبوا مثلا المسائل اللي كتنشر. نعطيكم بالنسبه للاخوان الصحافه المحليه غتكون ادرى بهذه المسائل لانهم كيعرفوا بان المتسولين اللي عندنا مدينه العرائش واللي هما الشباب غالبا هم يعني معقلين يعني الرواج اللي كيعرفوه في الايام. هذه بالنسبه للنقطه الثانيه. الاضافه الروحيه ديالنا هو استقطاب اشخاص اللي يقدروا مثلا يفكروا يستثمروا في مدينه العرائش. هنا كتكون الجانب الاقتصادي. كما كانت الاجابه لدولة قطر، دولة قطر ما تعطينا شي فلوس. هذه قلناها مرارا وتكرارا في جل الندوات اللي قلنا. عمرنا شدينا سنتيم كمال ما شدينا. دولة قطر كتساهم معنا في شكل معنوي. أن ساحة العمران والسواق ديال الصاروخ اللي كيدار هي اللي كتشرف عليها. علاش؟ لأنها كتخصص واحد الجوائز الثلاثة الأولى مثلا في سباق الصاروخ. كتخصص الجوائز الثلاثة الأولى في الرمال، كتخصص الجوائز للرصد، هي كتكلم بهذه المسائل. حنا جمعية الصاروخ كنسهروا على التنظيم ديالها. أما كدعم مادي أو كمنحة مادية ما كاينش. من 2011 حتى لدابا ما كاينش منحة مادية. هذه علمنا عليها بزاف المرات. هذه بالنسبة علاش دولة قطر؟ دائما علاش دولة قطر؟ لأن الأنشطة ديالنا مشتركة هذه الأولى. ثاني حاجة حكم عندنا علاقة مع قطر ونقدر نمشي أبعد أن حاليا العلاقة ما بين المغرب وقطر علاقة حميمية أو علاقة يعني جد إيجابية. كما كتعرفوا راه وقع مؤخرا خاصة في التسويق ديال 2026 المونديال ديال 2026 يعني راه تنشرت في احد الجرائد الاتصال ديال امير دوله قطر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. يعني هذا كيشرف وهذا كيدعمنا حنا باش اننا نزيدو نتعاملوا مع قطر. كنظن ما كاينش اشكال ما كاينش شي سبب اللي يمنعنا اننا نتعاملوا مع دوله قطر.
هذا هذا من ناحية واحدة. الناحية الثانية تعريف بعاصمة كفاو. تعريف بعاصمة كفاو سبقنا أن ننظمنا ندوة ثقافية بكلية متعددة التخصصات بمدينة العريش تعرف بالمسرحي والرائد في مجال المسرح عاصمة كفاو. وعندنا كتب في الجمعية بالنسبة لمدينة بالنسبة لسكان مدينة العريش اللي كيتوافد علينا دائما كنعطيو واحد التعريف كريسة. حتى شي مؤسسة تبني وافقت على الدعم أنها خصمت واحد النسبة من الدعم اللي كانت كتعطينا. هذا هو السبب اللي خلانا نستقبل فنانة نقدم باش نجيبو ما كنخلصو نجيبو في الآخر يبقى يعيط في التليفون ما نقدرش نخلصو لا يمكن. إذا التدبير ديال البرنامج كيف ما كان راح يكون حاطلك بشغل كبير وتحسبات كبيرة على حساب داك الشيء اللي غنتلقاو باش نلقاو نعوضو الناس. هذا فيما يخص إجابة على المستوى الثانية وإجابة على الضعف ديال المستوى ديال المهرجان. والفرق السنة اللي فاتت كانت الأمور مزيانة حيت الأمور كانت مزيانة. إلا شكرتوا الفنانة ديال السنة اللي فاتت راه الأمور كانت مزيانة. هاد السنة إلا شفتوا الأمور ما عجبتكمش مثلا راه عرفتوا حنا راه ما عجبناش الأمور من الناحية ديال الدعم. إذا شكرا أستاذ عبد الله حيت استوفيتي الأسئلة كانت تقريبا ديال الزملاء الصحفيين. كنتمنى وعندك كلمة أخيرة.